مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم العرض الرئيسي لهذا المساء. بحث فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو مع الوفد الصيني الذي يترأسه رئيس مجلس إدارة مجموعة الشركة الصينية الوطنية للنفط السيد وانغ يانغ لين، وقد تمحور اللقاء حول مختلف القضايا المتعلقة بتطوير المنتجات البترولية في تشاد. عثمان عبد الغني إدريس. تجيء هذه المقابلة في إطار التعاون الصيني التشادي المستمر في مختلف المجالات التي تأتي بالمصلحة للبلدين والشعبين، لكن هذه المرة اللقاء ركز حول الشراكة الاقتصادية التجارية بين تشاد والصين، لا سيما في مجال البترول. وخلال اللقاء ناقشت المواضيع الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب انخفاض سعر البترول في السوق العالمي. السيد وانغ يانغ لين رئيس مجلس إدارة مجموعة الشركة الصينية الوطنية للنفط أطلع رئيس الجمهورية عن الحالة الاقتصادية والتجارية والصعوبات التي تمر بها الدول، خاصة التي تمر بها شركته بسبب انخفاض سعر البترول، مؤكدا بأن الشركات الصينية المتخصصة في مجال البترول والمحروقات ستعمل مع الحكومة التشادية بكل جدية من أجل التنمية والتقدم في تشاد. من جانبه، فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو ثمن الجهود المقدرة والمبذولة التي تقوم بها دولة الصين تجاه البلاد، خاصة الشركة الصينية الوطنية للبترول CNPC، من أجل النهوض بتشاد إلى الأمام في مجال البترول. مجموعة الشركة الصينية للبترول هي من قامت ببناء مصفاة جرماي التي تغطي العاصمة وباقي مدن البلاد بالبترول والغاز، والذي ساعد كثيرا في إنارة العاصمة إنجمين وضواحيها. هذا مما سمح لرئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو والوفد الصيني مناقشة وحلحلة جميع القضايا والصعوبات التي تمر بها مصفاة جرماي والشركة الصينية الوطنية للنفط التي تعمل في تشاد، والتي قامت بتنقيب واستخراج واستهلاك آبار كيدالو وبنغارا، وتعمل في عدد من الحقول في الجنوب ووسط البلاد. نذكر بأن حضر هذا اللقاء من قبل الوفد الصيني المرافق لرئيس مجموعة الشركة الصينية للنفط CNPC، السفير الصيني لدى البلاد ورئيس شركة بتروشينا، رئيس مجموعة الشركة الصينية الدولية للبترول والمدير العام لمصفاة جرماي، ومن الجانب التشادي وزير البترول السيد بشير مادي وعدد من مساعدي فخامة رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني.